وجهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون مؤسسات التعليم العالي بالعمل على دعم وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بتلبية احتياجاتهم في فرص الدراسة الجامعية ضمن سياسة الإنصاف والعدالة كهدف استراتيجي يحفظ ويحقق المساواة دون تمييز، وذلك وفقا لرغباتهم وميولهم الدراسية. جاء ذلك لدى لقائها بوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، وأكدت أهمية مراجعة سياسة التعليم العالي في قبول شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة في المرحلة المقبلة مع تأمين تهيئة البيئة الجامعية الملائمة. من جانبها أكدت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية بأن هناك تحديات كبيرة تقع على عاتق الأشخاص ذوي الإعاقة في تحصيلهم الأكاديمي، تمثل أولوية نعمل على تذليلها بالتعاون مع التعليم العالي والجامعات في طرق التحصيل وتوفير المواد التعليمية باللغة الميسرة.